مساء الخير مشاهدينا، مشاهدين برنامج لمودة، برنامج الجمال. طبعا جمال البنت شعرها، مقولات كثير تكلمنا عليها وسمعناها على مر السنين على الشعر، وأكيد الشعر جزء لا يتجزأ من جمال المرأة، بس في أشياء أكثر. اليوم بنتكلم عن نوعية شعر، يقولون في ناس إن هي سهلة وفي ناس يقولون صعبة. مساء الخير ذكريات، حياك الله في برنامج لمودة. مساء الورد، الله يحييك. طبعا اليوم الأسئلة كثير في كل المجالات، بس الشعر الكيرلي صدق في وايد ناس همن اللي شعرهم كيرلي مو عارفين يوصلون حق شيء، فأنا وايد مستانسة أن أنت اليوم ضيفتنا. بس أول سؤال اللي هو يقولون الثقة اللي هي نص جمال المرأة، إيش رأيك؟ أنا أعتقد هي أكثر من نص بوايد. ليش؟ لأن خلينا نشوف تجاربنا إحنا، في وايد ناس مرينا عليهم جمالهم يعتبر عادي كتصنيف شخصي يعني، أكيد، بس ثقتهم بنفسهم تخليهم وايد أجمل. أكيد أهما دام إن أهما يحسون إن أهما جميلين، أحس أنت اللي قدامهم راح تصدقين إن هي جميلة لأن فيها جاذبية. يعني أنا بالنسبة لي الثقة هي جاذبية. أكيد، فأعتقد إن الثقة هي أكثر بوايد من نص الجمال. يعني الإجابة كافية وافية. إنزين، شنو مفهوم الجمال بالنسبة حق ذكريات؟ مؤخراً، مو من زمان، قبل أكيد يعني رحت مع الموضة وكنت أفضل الشكل اللي يكون وايد مسموت، عمليات تجميل إلى آخره. بس يمكن من 5 سنين استوعبت أنه هو في جمال وايد أكبر من الشكل، وهو داخلنا. مو معناته أنه برا مو مهم، لا، هذا مهم وهذا مهم. أكيد. بس قمت أركز أكثر أنه بالنسبة لي صار أن الجمال الطبيعي الحقيقي اللي الله خلقك عليه هو أحلى صورة لك. مو معناته ان انا ما احط شيء، لا، احط شيء يجملني يزيدني جمال بس مو يغيرني. هو شوف، يعني طالما ان انت ما طلعتي في طور الهوس بالتجميل، احس ان انت بالسيف سايد، لان في ناس يبلش معاهم تعديل بسيط ولكن ينتهي معاهم الموضوع الى ان تغيير جذري. زين، السؤال الحين اتوقع الامهات اللي عندهم بنت شعرها كيرلي، أنا من الناس اللي عانيت بهالموضوع لما كنت صغيرة، فشنو تنصحين للأمهات اللي عندهم بنات شعرهم كيرلي، شو ممكن تتعامل مع بنتها عشان بنتها همّن ما تتعب ما تعاني ما تحس إن هذا شيء ممكن خلينا نقول يعيقها في حياتها، بالعكس هذا شيء يجملها ويخليها يونيك يمكن بحياتها. هالموضوع وايد يعور قلبي لأن أنا أشوفه، أنا أوكي قبل لا أشوفه أنا مريت فيه بعد. أكيد. وبعدين الحين لما أروح صانات أشوفه قدامي. صح. رسالتي حق الأمهات إن أنتي أكثر شخص بنتك تثق فيه وأكثر شخص بنتك تحبه، فإذا أنتي أمها مو متقبلة شكلها ومو معطيتها الثقة إن شكلها هو أحلى شكل، لا تتوقعين منها إن هي راح تكتسب هذه الثقة. يعني إذا أنتي ما قويتيها ما راح تقدر تردع الناس برا اللي يعيبون أو يطنزون على شكلها. فمهم إن أنتي تبنين هذه العلاقة مع بنتك بالأول عشان تقدر هي تواجه المجتمع باكر، لأن إحنا ندري إن في ناس ما يعجبها وفي ناس تطنز. أكيد. مو معناته إن الكيرلي مو حلو الناس تطنز عليه، لا، هي الناس تطنز يعني بأي شكل كنتي فيه، هذا شيء يعني وارد مع الكل. بس أنا يعني نصيحتي حق الأمهات إن أنتي يعني انتبهي على هالنقطة إن أنتي أكثر شخص بنتك تثق فيه وتحبه ويهمها رأيه. فمهم وايد ان انت تعززين ثقتها بنفسها بدال لا تروحين تدورين حلول انك تغيرين شكلها، وهذا الحل يعتبر مؤقت. اكيد. ساعات همن خلينا نقول في دعايات، في من الناس المشاهير، الحين ترى صارت يعني هبت الشعر الكيرلي، انا اقول خلينا نقدر اخر سنتين ترى الشعر الكيرلي اتس ترند. يعني في ناس اصلا عمرهم ما كان شعرهم كيرلي، دي فيجر اوت من الطريقه اللي قاعد يشوفونها بالسوشيال ميديا ان ترى لا انا شعري كيرلي. فأحس لما البنت أو الأم تعلم بنتها أن ترى it's nice، ترى في ناس شوفي هذه مشهورة هذا مش، ترى أحس هني ساعات الطفل ممكن أنه يتقبل، بس لما يشوف نفسه بمجتمع بروحه ممكن هني هو يحس أنه هو ضايع، أنه ليش أنا، شمعنا أنا، لأن أنا من الناس اللي كنت شمعنا أنا، ليش أنا تبي، وكل البنات أنه شعورهم نعمة. بس يعني صدق أحس الطاقة اللي بتاخذها البنت من الأم هي راح تأثر أكثر. هي وايد أهم، هي يعني أحس هذا الأساس، بيتك والطريقة اللي ربيتي فيها هي الأساس اللي تخليك تقدرين أنت تواجهين أي شيء ثاني برا. يعني إنزين، الحين طريقة تعزيز الثقة بالنفس والقبول والرضا، خلينا نقول أدري إنه صعب، وأدري إنه في ناس يصير فيهم متى 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 أوصل، فنبي تبس إنه ممكن شلون الواحد يوصل حق هالمرحلة.
بالنسبة لي هي بدأت المرحلة في إني كنت أدور السلام، يعني كنت أدور البيس بيني وبين نفسي، مو مع أحد. يعني كان داخلي صراعات وايد، شغلات وايد مو عاجبتني. فتقدرين تقولين كأني خذيت المواضيع يعني موضوع موضوع شوي شوي. ففي مواضيع اللي تقدرين تحلينها الحين، في مواضيع تتأجل بعدين. اللي تقدرين تحلينها الحين يعني go ahead حليه، فقعدي مع نفسك شوفي شنو المواضيع اللي تبين تحلينها. كان بالنسبة لي الشعر أحد المواضيع اللي أبي أحلها، ويمكن أنا ما قدرت أحلها ترى إلا لما لقيت أحد حب شعري وحببني فيه، يعني مو أنا ترى اللي حبيته أول شيء. فراح أسولفكم بعد أكثر عن هالموضوع. وايد حلو، interesting. إنزين ذكريات، أبي أخذ رأيك بمقولة: الشكل جمال النظرة الأولى، بس الفكر جمال دائم. أعتقد شيخ أن اثنينهم مهمين، هذا مهم وهذا مهم. شون؟ ما أقدر ألغي واحد وأركز على الثاني، ولا أقدر يعني ألغي هذاك. اثنينهم مهمين واثنينهم يكملون بعض. الشكل مطلوب، يعني مهم يكون عندك قبول. أنا ما قاعد أتكلم عن شكل وستاندرد معين وهو هذا اللي، يعني للأسف إحنا صرنا كذين نتوقع أن الجمال بشكل معين، إذا وصلت له أنا صرت جميلة. بس هو الجمال ما له صورة قالب، يعني ما له قالب معين أبي I want to fit in. لا، هو عادي تقدرين أنت تخلقين your own صح وتتميزين فيه. فإمبلا أنا مع أن الجمال مهم، جمالك أنت اليونيك، وهم داخلك مهم، فكرك مهم أكيد، تصرفاتك مهمة، أخلاقك مهمة. أنا عندي اثنينهم يكملون بعض، ما أقدر أقول لك أحد أهم من الثاني. أنا بعد أوافقك رأي صراحة. زين، هل تعتقدين أن كل بنت تحتاج خبيرة مظهر؟ خلينا نقول أنا مو ضد، وبالعكس أشجع للي محتاج. أنا مهم عندي أن أنت تعرفين حق نفسك شنو اللي يناسبك، شنو اللي ما يناسبك، شنو حلو عليك، شنو مو حلو عليك. إذا ما تعرفين، أكيد ودائما أنا أنصح في كل مجالات الحياة، ترى مو بس بالمظهر، أي شيء ما تعرفين لا سألي مختص، يعني مو غلط، بالعكس قاعد تطورين قاعد تتعلمين. زين، في يعني بنات يقولون والله أنا شخصيتي متعلقة بلبسي، أو obviously مثلا أنت لما تشوفين واحدة لابسة ألوان فاقعة راح تاخذين بالك إنه والله هي فيها الجرأة مثلا أن تلبس هالألوان، أنا ما فيني. قبل أنا كنت واحدة من هالناس اللي ما ألبس إلا أسود ورمادي وكحلي عشان ما بين إيه. فشو تحسين؟ شنو تعليقك على أن هي راح تربط شخصيتها بلبسها؟ هو جزء من هويتك، شكل جزء من هويتك مهم. الألوان اللي تختارينها، القصة اللي تختارينها، الستايل اللي تختارينه، هو فعلا هو يعني يمثل منو أنت. وكذلك إحنا موضوعنا اليوم عن الشعر، الشعر في وايد تشوف أن شعر الكيرلي إذا أنت طلعتي كذي هذا يدل على أن أنت شخصية قوية جريئة. صح. يعني من شكلك الناس تقدر تحدد بعض الصفات عندك، فيس هو جزء من هويتك أكيد. زين، في وايد خلينا نقول بنات يهملون في نفسهم لأسباب كثيرة، ضغط شغل، ممكن قد يكون تربية، فشنو تنصحينهم؟ خلينا نقدر نقول اي احس هني في جذر، يعني يمكن في روت حق الموضوع، انه كأنك كنا قبل نكشخ ونلبس مو حقنا. yeah. هو لما يكون الاساس انه حقك، سواء قبل ولا الحين راح تكلمين عن نفس الموضوع، لانه هو بالاساس حقك، لان انت تحبين تلبسين وتكشخين. انصح اللي يعني وصلوا حق هذه المرحله انهم يردون يتصلون بنفسهم بذاتهم، ان انا شنو احب، انا شنو المظهر اللي احب اطلع فيه قدام الناس، انا شلون احب اشوف شكلي. يعني دائما احب ان شيء يطلع من داخلك يكون أكيد. يعني يو مين ات، مو قاعد تسوينه بس عشان لازم اسويه. صح. فراح اقول لها اتصلي مع ذاتك وسوي الشيء اللي انت تحسينه حلو حقك. صح. ذكريات، الناس اول ما يشوفون شعر كيرلي على طول اول شيء يبالها شعرها ناشف، شعرها متقصف، شعرها مو هيلثي. شلون تردين عليهم؟ انا اكثر كلمه تحرني خشن. اي لا مو بكيفكم. شوفي انا تصدقين ما يحبني خشن، باهت، تعبان أيه. يعني قصي يعني زي زلات. اي بالضبط، انا لما يقولوا لي انه يعني خشن اتخيلي اخليهم يجيسون شعري تاتا. اي أيه. صح. اقول هذا ملمس شعر خشن، هو لاف، هو ناعم بس لاف. ففكره ان الشعر الناعم هو اللي كذي سيده، لا هو ترى حتى احنا ناعم بس لاف. أيه. هو هذا بس هو طبيعه الشعر هي اللي تختلف، انه هو يس. لاف بس عادي. yes. ناعم يكون، قد يكون خشن، قد يكون أصلا تالف.
ساعات يكون يبي علاج بس مو معناتها انه يعني لازم انا اكره الانسانه احس بمظهرها او بشعرها، يعني ان شعرت شيء خربان أكيد. يعني يس. زين، على موضوع الجفاف، هل صدق الشعر الكيرلي يعاني او بنت شعرها كيرلي، البنات اللي شعرهم كيرلي يعانون اكثر من موضوع الجفاف؟ خلينا نقول لكم، يعني خلوني اقول لكم حقيقه علميه، انه هو الشعر الكيرلي طبيعته لانه لاف، الزيوت اللي تنفرز من فروه الراس على ما تنزل تحت طول، يكون وايد صعب، وايد صعب. أوكي. فغالبا صحيح ان اطراف شعرنا ناشفه، هذه يعني فاكت حقيقه، ولكن دائما في حل، في عندنا احنا ماسكات ترطيب، في نقص شعورنا بشكل يعني كل شهرين، يعني دائما كل شهرين كنت تدشوا تقصين اطراف شعرك عشان تحافظين على صحتها، في دائما حلول حق الموضوع. بس الشعر الكيرلي شعر وايد صحي، خصوصا اذا انت يعني ماشي على البروسيجر مال الشعر الكيرلي، لان احنا ما نستخدم حراره، ما نستخدم كيميكالز قويه، فاحنا ما ناذي اصلا شعرنا. زين، دامك جبتي هالطاري، شنو الشغلات اللي نقدر نقول هي ممنوعه على الشعر الكيرلي؟ من برودكتس، من تريتمنت، من كل هالامور. خلينا نقول بشكل عام الحراره رقم واحد، ما نستشفى حتى بالماي. حراره الماي ايه، يعني نحتاج دافي في بعض. أوكي. انواع الشعر الكيرلي تحتاج ماي دافي عشان تتبطل مسامات الشعر، نحتاج ماي دافي بس مو حار. اوكي، فراح اقول ان الحراره الاستشوار اهم شيء، ان احنا نبعد عنه ونبعد عن المواد الكيميائيه اللي تكون قويه، سواء بالبرودكت او بالتريتمنت. اذا سالت سؤالي حر راح يحرج، ايش رايك بالستريتنينج تريتمنت اللي تفرد الشعر؟ جربت انا، يعني جربت، انا لازم اكون واقعيه جدا معاكم، انا ما وصلت هالمرحله الا ان انا جربت وايد اشياء. أكيد. يس، جربت وايد اشياء، فكل شيء جربت، كل يعني اتوقع ان كل طرق الفرد انا مرت علي. عذاب، كان عذاب من الالم غير عذاب نفسي، انا اتكلم عن الالم البروسيجر نفسها في الفرد. صح. وايد مؤلمه غير النفسي، ان انا يعني صدق انا رافضتها، وهذا شيء انا يمكن كتبته بالسوشيال ميديا وارجع اقوله هني، مو عادي ان انت تكره شيء وجزء فيك، هذا شيء مو عادي. الموضوع عبالها الناس عبالهم ان الشعر موضوع خارجي ومجرد شكل، لا، هو الموضوع أكيد. وايد اعمق من كذي، فانا اكيد ضد ان كل المواد الكيميائيه اللي تنحط على الشعر. اذا شوف هذا السؤال برا الموضوع الحين، يعني هل صدق طبيعة الشعر ممكن أنها تتغير مع مر السنين؟ أنا من الناس كان شعري كيرلي ومو عادي، بس من كثر ما أسشور، ما راح أقول لك تريتمنت ستريتنينج تريتمنت، من كثر ما أسشور I lose my curls، يعني I lose خلاص. يعني مهما حاولت وسويت بالحظر السكس مانث ما أدري شو اسمه ميثود، كل شيء سويت خلاص مو راضي يرد. طبيعة الشعر تتغير، get waves بس مو نفس قبل. يس، لأن طبيعة الشعر تتغير فعلاً إذا إحنا حطينا مواد كيميائية عرضناها حق حرارة، ولكن الخبر الحلو إنه ترجع، يمكن ما ترجع مثل الأول بس ممكن ترجعين الويفز. هل صعب؟ استمرارية، هو كل شيء بالحياة محتاج استمرارية. بس سبحان الله أفكر دائماً إن شلون طبيعة شعر يعني من الجذور تتغير. وايد غريب، احس يعني اوكي افهم مثلا انا شعري لما اللي اسشوره هذا طبيعته تتغير لان انا اسشوره، بس سبحان الله طبيعه الشعر كلها تتغير. وفي ترى ناس عكس مثل ما قلت لك مساء، انه هم شعرهم ناعم بس بعدين على كبر صار كيرلي، فمو فاهمه شنو المعادله. انا للحين ما وصلت ان شلون من داخل، بس انا اعتقد ان حتى فروه الراس قاعده تتاثر بالاشياء أوكي. اللي نحطها. انزين، الحين العكس، مثل ما في بنات يؤذيهم سالفة إن أهما يفردون شعرهم، في بنات يروحون أساساً، وللحين ما توقع وصل الكويت لأن حاولت إني أسوي سيرش عليه، يسوون تريتمنت بس ويحطوا لهم اللفافات عشان شعرهم يصير كيرلي. شنو؟ إيه، راح نرجع على نقطة الأساس، إن لا تستخدموا مواد كيميائية، والفكرة الأساسية الأهم إن إحنا نحب شعرنا في كل حالاته، هو ستريت حبيه، هو كيرلي حبيه، هو ويفي حبيه، كويلي حبيه، بأي صفة أيا كان، المفروض إن إحنا نحب شكلنا الطبيعي مثل ما هو. أكيد. زين، الحين إحنا مساء ذكرنا أو أنا قلت لك إن حاولت إني أرد الشعر كيرلي، شنو الخطوات خلينا نقول البسيطة اللي البنت تقدر إنها تبلش إنها she get her curls back؟ إذا كانت حاطة مواد كيميائية على شعرها يطول القصة للأسف. إيه بالضبط، راح
تنطري طول شويه وتقصه. لازم الشعر اللي فيه مواد كيميائيه ينقص. انا خلاص هو اساسا يعني خلاص دد هو شعر ميت، فلازم تقصينه. فيعني بقول كلمه حق اللي تتحسف تقصه، هو هذا حاليا مو شعرك، هو هذا مو شيء تحسفين عليه بالضبط، مو يعني مو شعر زين او صح. صحي او طبيعي، هو لازم ينقص عشان تسمحين حق الشعر الجديد انه هو يطلع بشكل صحي اكثر. راح انصح طبعا بعنايه، راح انصح بماسكات، راح انصح تبعدين سوري عن الهيت، ما تستخدمين حراره، راح انصح ان انت تنامين على مخده ستان، تستخدمين هير باند ستان. في بعض الامور اللي تحتاجين ان انت يفولو فتره لين تستعيدين الكيرلز، وبعدين تكملين طبعا على نفس الطريقه يعني الهيلثي حق شعرك. انزين، هل تحسين ان الشعر الكيرلي يلوق على كل قصات الويو؟ شوفي هالموضوع يعني مثل ما ان الستريت هير، اذا كان مثلا انا ستريت هير بس بوي ما يلوق على وجهي البوي، فهي الفكره هو طول الشعر. صح. انا احس ان الكيرلي ممكن يلوق على الكل، بس مثلا القصه، لان الكيرلي هم في قصات، في قصير، في طويل، فانت يعني حاولي ان انت تلقين الطول المناسب اللي يناسب قصه وجهك. اعزائي المشاهدين، طالعين فاصل ورادين لكم نكمل حوارنا مع الضيفه. ردينا لكم اعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل ومكملين مع ذكريات. دائما اشوف البنت اللي شعرها كيرلي حتى بالفيديوز مو بس رفيجاتي تقول انها ما تبي تنشف شعرها او انه بالهواء تخليه ينشف بروحها. شنو اللي يفرق؟ ليش؟ لانها تبي تبتعد عن الحراره كثر ما تقدر. ولكن شعرنا يطول وايد على ما ينشف. صح. ففكره ان انا مثلا اخليه ينشف بروحها، انا بالنسبه لي انا نوع شعري راح ياخذ عادي 12 ساعة عشان ينشف. هالموضوع بالشتاء وايد صعب. صح. فأنا غالبا استخدم ديفيوزر، بس استخدم اقل حرارة موجودة، ويعني من مسافة وانشف شعري. زين، طريقة تصفيف شعر الكيرلي حق شيء يومي عملي شنو؟ شوفي الكيرلي يعني البعض يعتقد ان الكيرلي هو اسلوب حياة صعب ومعقد، و أنا شعري بالضبط مثل ما أنت قاعد تشوفينه صار له 3 أيام، اليوم الثالث. فما نتعب، أنا بس أشيل الستان الصبح لما أقعد أنفش شعري وأطلع، يعني أنا تخيلي ما أسوي ستايلينج كل يوم. سو إيزي. فوايد سهل، بعكس أسلوب الحياة مالنا وايد سهل، والحين راح ينصدمون ليش 3 أيام مغسلة شعرها، إحنا شعر الكيرلي ما نغسله وايد، لأنه هو أصلاً ناشف. فإحنا نغسله من 2 إلى 3 مرات بالأسبوع مو أكثر. زين، هل الستايلينج يطول معك؟ إذا أنت يعني You didn't take a shower خلاص بس بعدل كم خصلة؟ هذا اللي اليوم سويته لأن برنامج، فكنت أبي إنه يعني شكلي وايد مرتب. فالخصل اللي كانوا مختربين أو فاتشين أو شوية فريزي فيهم نفشة، خذيت يعني فتشيتهم بروحهم، خذيتهم حطيت فيه ماي، حطيت عليهم ماي، حطيت كريم وخليتهم، بس نشف وصار شعري كله نفس الشيء. وايد حلو. يعني. وايد أسهل. وايد حلو. وايد أسهل. وايد حلو. زين، شلون ممكن أثبت الشعر الكيرلي مدة أطول إنه هو ما يخترب؟ أو هي مات يعني ساعات يعني يكون أول يوم شكله واو، بعدين ثاني يوم فهمتي؟ فشون أنا ممكن أخلي فترة أطول إن الشعر الكيرلي يعني شكل الكيرلي وايد حلو؟ تقدرين تستخدمين جل، تقدرين تستخدمين فوم، بس خاصين حق الشعر الكيرلي اللي ما يكون فيهم مواد كيميائية قوية. وهم طريقة شلون تنامين مهم، لأنه يعني إذا أنت ما تستخدمين حماية حق شعرك وتنامين أكيد راح يخترب ثاني يوم. فبالنسبة لنا البونت اللي هو الكاب الستان اللي تنامين فيه وايد يحافظ على الكيرلز لثاني يوم. زين، معزومة على مناسبة، شو ممكن يديل ويا الشعر الكيرلي؟ هل أنت من الناس اللي ممكن أنهم يستشورون يسوون فير، ولا راح تسوين تسريحة بالشعر الكيرلي؟ شوفي اكون صادقه معك جدا، انا اول ما بلشت في مجال الشعر الكيرلي قبل 4 سنين كنت يعني كذي من اللي عرفتي، وطبيعي ترى اول ما تبلشين بشيء يجو اكستريم، فكنت ان انا مستحيل حراره، مستحيل استشوار، مستحيل. اكيد. ولكن هذا شيء مو واقعي، وانت يعني ودك تغيرين، فانا مبلى يعني مثلا بالسنه ترى يمكن مرتين استشوار لانه بخاطري. هني هذا الفرق، ان انا اسوي الاشياء لان انا ابي اسويها، مو لان احد ثاني فارض علي شكل معين. لا، انا اكون مثلا مشتاقه، ودي اعشف شعري، ودي اسوي ويفي، هني اروح انا اسوي. انا بعد ما احب ترى ان انا اي جو اكستريم باي شيء بالحياه، لان ما احسه متزن.
فأنا أسوي شيء اللي أنا أحس إني أبي أسوي. أحياناً يعني شوية حيل إن أنا ممكن أستبشر شعري، بس أنا غالباً ترى في كل المناسبات سواء رمضان اللي يقول مثلاً الكيرلي ما يلوق على الذراع، لا بلا كل أنواع الدراريع اللي بسهم أنا شعري كذي وايد حلو وايد ستايل، ونقدر نحط كل الإكسسوريز مات الشعر وكل المناسبات، حتى عروس رحت عروس وايد بشعري الكيرلي وشكله حلو وملفت عادي. أنا بالنسبة لي يعني هو مناسب حق كل مكان وكل المناسبات. وانت يو تشوز. زين شايفت بالعروس اللي شعرها كيرلي؟ ريسنتلي شفت وايد خبيرات شعر كيرلي مختصين يسوون حق عرايس. نادر اشوفه هنا، يمكن موجود بس ما شفته. نو ليحي. بس وايد انا عاجبني. انت ايش رايك فيه؟ وايد حلو. طبعا وايد حلو لانه هو اختيار، هي مختاره ان هل هي ممكن تبي تكون كذي تسوينها. انا الحين دشيت في هذا المجال اكثر، انا الحين صرت سيرتيفايد ان انا اقص الشعر الكيرلي. طبعا قدام اشوف نفسي كذي، لان انا احسها هي جزء من رسالتي ان الناس تحب شعرها مثل ما هو. سواء انت رايحه مناسبه مهمه، حتى لو يوم عرسك اللي هو اهم مناسبه يمكن تمر عليك في حياتك، احب ان انت تكونين بالصوره اللي انت تبي تكونين فيها. أكيد. يس. وطبعا الشعر الكيرلي راح يميزها بيوم عرسها، فاحس واي نوت. شوفي خطوات الشعر الكيرلي لما اشوفهم شويه يصير فيني مالي خلق. عندي اسهل ان انا اسوي ويفي واسشوره. وايد برودكتس يعني ليفين كونديشنر، سيرم، شامبو، شنو؟ ليش؟ ليش؟ عشان نثبت الكيرلي، اوكي؟ لانه محتاج منتجات عشان يثبت وما يهيش. خلينا نقول يعني هم حقيقه ان احنا اللي شعرنا كيرلي عندنا يعني نفشه، دائما عندنا نفشه دائما. موضوعنا ان احنا مو نلغيها لان ما قدرنا نلغيها، بس نحاول وي كنترول ات، فعشان كذي نستخدم هالمنتجات عشان وي كنترول النفشه هذه. في ناس ترى تحبها عادي، وفي ناس تحب ان هي تكون الخصل وايد ديفايند، ف يعني اب تو يو. تبين تخلين الخصل فيري ديفايند راح تستخدمين منتجات اكثر، تبين عادي في نفشه حابتها متقبلتها راح تستخدمين منتجات اقل. وهذه المنتجات ترى اللاين كله مو لازم انت تستخدمينها، تقدرين تلغين بعض المنتجات وتكملين على البعض. يعني انا مو دائما ترى استخدم اللاين كامل ليف ان كريم جل، لا 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 لا, لا مو دائما. مثلا اذا انا رايحه مكان رطوبته عاليه، مثلا رايحه بحر، رايحه الحين احنا بالصيف مثلا، راح استخدم جل لان انا بثبت الكيرلز وما بيهم يتاثرون بالرطوبه. اذروايز اذا احنا جونا مو رطوبه، انا مو رايحه بحر، راح الغي الجل ما احتاجه مثلا. فاتس اب تو يو ان انت مو لازم ترى تستخدمين كل هاللاين. أوكي. تقدرين تستخدمين منتجات بس اللي هي محتاجتها هالفتره. زين ريسنتلي قاعد نشوف ان في قبعات خلينا نقول حرير حق شعر الكيرلي، قاعد نشوف مخده بيلو كيس شعر الكيرلي. ليش؟ شنو العلاقة؟ وأنا سمعت ريسنتلي إنه مو بس حق الشعر الكيرلي، هي عموما مفيدة حق الشعر. مفيدة مو بس حق الشعر، حق البشرة يعني، ومفيدة حق كل أنواع الشعر مو بس الشعر الكيرلي بشكل عام. المخدة الستان ما تمتص الرطوبة اللي موجودة في بشرتك. عارفين لما تحطين أنتي برودكتس على وجهك وتروحين تنامين، غالبا مخدتك العادية هي ترى تمتص كل البرودكتس اللي على وجهك، أو لو يمكن لو تلاحظين انت لما تقعدين من النوم تلقين وجهك ناشف. اوكي. لان المخده ماخذه كل البرودكتس اللي انت كنتي حاطتهم. المخده الستان ما تسحب البرودكتس اللي انت حاطتهم، برودكتس ترطيب، ونفس الشيء على شعرك ما تاخذ الرطوبه اللي موجوده في شعرك. فهي وايد صحيه حق كل انواع الشعر وكل انواع البشرات مو بس حق الكيرلي. نية حقنا احنا اي مهمه اكثر حقنا، لان احنا ما نبي نفقد الستايلينج اللي احنا مسويناه حق شعرنا، فنستخدم القبعه الستان وننام فيها عشان ثاني يوم ما احتاج ان انا اسوي ريفرش على طول، اشيلها واعدل شعري واطلع. زين شوفي هذا السؤال يعني راح تكلمين فيه وايد انا ادري. شنو تقولين حق البنت اللي مو متقبله شعرها الكيرلي؟ راح اكلمها مثل ما ان انا اكلم نفسي. اتس ا تشويس، اتس ا تشويس، هذا اختيار. تبين تختارين ان انت ما تحبين شعرك الصجي ويجو انه يعني حق تريتمنت ودائما تحاولين تخشينه ودائما تحاولين ما حد يعرف انه هو كذي، اتس ا تشويس عادي. اذا تبين تسوين كذي وانت مرتاحه على كذي فاين، بس بالنسبه لي انا ما كان مريح وادري انه هو مو مريح. فأحس يعني الأفضل إن كنتي تاخذين قرار حق قدام، حق حياتك اللي قدام مو بس حق الحين.
فالأفضل أنا عندي إن أنت تصارحين نفسك وتتقبلين اللي موجود، تحبينه مثل ما هو، تطلعين أفضل ما فيه. يعني أنا مو معناته ترى إن شعري كيرلي خاص أنا أخليه أخذ شاور وأطلع، لا شيء والله راح تخترعين، راح يكون شعري وايد يخرع. فلا، هو الفكرة إني أحب أطلع أفضل ما فيه، مو إن أنا أغيره. أكيد. فبس يعني it's a choice، اختاري لي أقرب لقلبك وأقرب حق حقيقتك منو أنتي. شوفي أنا من كثر ما أسشور القراب، القراب رفيجاتي القراب اللي أنا دائما وياهم، لما مثلا نروح بحر ولا كذي ينصدموني، والله يعني أنا حطيت بهالموقف يمكن مرتين ثلاث، إن أنتي شعرك كيلي، إن أنتي شعرك في ردة، وانه كنا يعني شيء شيء يصير فيني. اي بس انتم كله تشوفوني مستشوره بعفالكم انه هو ناعم. انا احس جت لي فتره بالحظر، كلنا جت لنا فتره بالحظر، حاولنا ان نرد وحاولنا ان نبي نشوف هالشيء، بس تعرفين يضيق خلقي، او يمكن لان انا يعني بحكم انه بالسوشيال ميديا فساعات ما اقدر ان انا اقعد بهالفتره مده طويله، لازم شعري يكون مرتب. فاروح حق طريقه سهله اللي انا اسشور او اسوي ويفي وأعرضه حق الحرارة. ودي إن أنا I get my curls back، بس شوفي بالنسبة حق اللي مارين بالمرحلة الانتقالية هذه اللي هم للحين بيتعودون على شعرهم، تقدرين يعني في هالوقت تسوين عشايف مثلا، تقدرين تسوين سلك، في بعض التسريحات راح تناسب هذه الفترة، وهم أنت راح تكون ترندي وشكلك حلو. أكيد. وبنفس الوقت ما قاعد تستخدمين حرارة عشان تساعدين شعرك بس إنه هو يرجع. أكيد. كريات أنا هذا السؤال خليته آخر شيء، بس انت قلتي شغله، قلتي ان في شخص حببك بالشعر الكيرلي، شعرك الكيرلي، شنو القصه؟ شوفي القصه بدات قبل 4 سنين. انا مثل ما وضحت لك يمكن او يمكن ما قلت حق المتابعين، انا طول حياتي ما احب شعري، طول حياتي وكل شيء مر علي تريتمنت سويت، حتى من ايام المدرسه كنت اروح استشور حق المدرسه، يعني طول حياتي انا ما بينت حق احد ان انا شعري كذي، كل يشوفونه سيده، وفعلا كان شعور مو مريح ان انا دائما خاشه شيء. اكيد. فلما تزوجت كان عندي انه يعني شيء وايد ثقيل، واعتراف ان انا لازم اروح اقول حق ريلي ترى شعري كيرلي عشان باكر يبني ياهل اللي هو ما ينصدم انه هو شلون شعره كذي. فتخيل لهالدرجه ان عندي هذا الموضوع وايد كبير، وانه كانه لازم اعتراف، لازم اروح اعترف. أوكي. فيه. فجأة اروح اقول له ترى بقول لك موضوع وانا ماخذ الموضوع وايد سيريس، لان طول حياتي يعيبون علي، طول حياتي يطنزون علي. فكان اقول له ان انا بصارحك بقول لك شيء، ترى انا شعري كيرلي. كان يقول لي شنو يعني؟ فهي قلت له تقريبا كذي. كان يقول لي شعرك كذي ومو مخليته، حرام عليك. انا بالنسبه لي هذه كانت نقطه تحول بحياتي، ان اول مره بحياتي ما حد يطنز علي. شوفي هو ساعات القبول من الناس اللي حولك، او خلينا نقول الناس المهمين، وايد حلو وايد قوي انك تتقبلين اي شيء، سواء يعني شوفي من شيء بسيط اللي هو شعرك، بس هو كان بالنسبه لك بيج ديل، لين مواضيع اكبر خلينا نتكلم. بس صدق هو القبول، يعني ساعات تاخذين هذه الطاقه من الناس اللي حولك، ان اتقبل شكلي نفس ما انا، احب شكلي نفس ما انا. ساعات كلنا فينا انسكيورتيز، كلنا فينا اشياء. اللي استانست ذاك الوقت لما هو قال لها كذي مو انا، هي الطفله اللي داخلي اللي كانت تبحث عن قبول، لان انا كنت مثلا ودي ان امي اللي كانت تقول لي هالكلمه، ودي ان ابوي او اخواني لما يشوفوني ما يطنزوا علي، خواتي ما يضحكون علي، عرفتي؟ هو اللي داخلي هي اللي كانت تبي تسمع انه حلو، انه شكلها زين لايق على وجهي. فلما سمعت هالكلمه يعني حيل ما كانت، يعني ما كنت متوقعتها، انا كنت متوقعه رده فعل نفس كل اللي مريت عليهم، انه يعني يضحكون علي انه لا لا خليت كذي احلى او شيء كذي يعني. فاحيانا ترى لما تكونين، اكون يعني واقعيه جدا معاكم، انه لما تكونين انت في وضع مثلا عدم رضا وعدم تقبل، احيانا ممكن يجي صوت من برا يساعدك حيل وينقلك. اكيد. من الى تكون نقطه التحول. يس. أكيد. يس. ذكريات انا وايد مستمتعه، مشكوره انك لبيتي الدعوه وكنتي ضيفتي اليوم في لامودا، وفتيني صراحه بكل المعلومات وكل الطاقه الحلوه اللي انا خذيتها منك الصراحه، في حب الذات وتقبل الذات قبل هم لا نكون قاعد نتكلم عن الشعر الكيرلي. ان شاء الله نشوفك في حلقات ثانيه، ما تدري مواضيع ثانيه، انا صراحه احسك تنفعين هم من مواضيع ثانيه، واي راح لنا حلقه ثانيه باذن الله. ان شاء الله. ثانك يو.
أعزائي المشاهدين، اليوم وصلنا لنهاية حلقتنا، بس بقول لكم شيء. أنا المختصر اللي أنا استفدت شخصيا من هالحلقة، إنك تحبين نفسك لو شنو كنتي، لو كان شعرك كيرلي، لو كان شعرك سيدة، لازم تحبين نفسك تثقين فيها. أشوفكم أسبوع الجاي بحلقة جديدة من برامج الموضة. مع السلامة.